فيما يتعلق بسؤالكم فيما يخص استقالتي من مؤسسة نائب أراضي للجموع، لقد سبق لي في عدة مناسبات أن قدمت هذه الاستقالة، وذلك لأسباب. أولا لإعطاء فرصة لشبابنا ولتشبيب الهيئة النيابية للاستمرار في العمل. ثانيا مع ظهور مرسوم الجديد 1973، مع الأسف استغلوا بعض النواب سمحهم الله كانت فرصة لهم للانتقام ولنهج منطق الإقصاء والاعتداء على دواهم، وأكون واضحا ملينا نقول دواهم، فهناك من تجرأ لإقصاء أخيه شقيقه وابن عمه وعاد العائلة أخرين. إذن فكان لابد أن أهدد بهذه الاستقالة، لأنه لا يشرفني أن أكون في لائحة دون بإقصاء المنتميات والمنتمين لهذه الجماعة السودانية. وكما قلت ما وقفتش غير على الاستقالة ديالي كنائب، بل أعلنت أن استعدادي للتنازل عن حقي في هذه الجماعة وعن صفة حق، لأن إذا كانت صفة سلالي تحرمني من وطنيتي ومغربيتي وإنسانيتي فأنا لست سلاليا. فنحن مغاربة، نحن الجماعة السلالية لهم فهم، المرسوم لهم فهم واسع. مع الأسف هناك من استغل هذه الظروف، وقلت دائما نحن نتحمل النواب مسؤوليتهم، وهناك بعض السلطات بريئة، وقلت بالنسبة للسلطات ديالنا بعد احنا اللي كنهضر عليها في الإقليم ديالهم، وقلت للسلاليين فالمخزن بريء ونحن من يتحمل مسؤولية الإقصاء، إقصاء عائلتنا والسلاليات السلالية. لهذا فأنا متشبت باستقالتي كنائب، وأدعو فرقتي للإصراع، وأنا رهن إشارتهم للتداول والتباحث حول تعيين نائب جديد، وسأكون رهن إشارته في كل وقت. منذ صدور المرسوم يناير 2020 بدأت في الجولة وتعاملت بشكل إيجابي، وقلت بالحرف أن المفهوم الإقامة الوارد في المرسوم لا يعني الإقصاء، وهذا ما وصل إليه رئيس الحكومة مشكورا في جوابه، حيث قال معيار الإقامة ليس إقصاء لأي شخص كان ذكرا هنا، هي تمتع بالارتباط والتواصل والاستغلال. لهذا نبت وذكرت في عدة مناسبات لسيدات النائبات والنواب أن مفهوم الإقامة الوارد لا يعني الإقصاء، وبالتالي ما خصناش بدنا نقصوا الناس باسم القانون أو باسم المخزن، فالمسؤولية نتحملها مرة أخرى نحن نواب أراضي الجمهور. وأظن الآن أزيد من 50% من اللوائح اللي تحطوا الناس اللي النواب جودي النواب النزهاء اللي خدموا ضميرهم راهم حطوا اللوائح ديالهم وبدون أي أدنى تدخل من السلطات. من بين الإصلاحات اللي جات بهذا القانون سواء تعلق ب 62/17 و 63/17 و 64/17، أولا تصفيات الوعاء العقاري والقانونية، يعني أنه استكمال مسطرات التحديدات الإدارية، وكذلك عملية التحفيظ لنصل في الأخير ل 15 مليون هكتار تكون محددة إداريا ومصادق عليها ومحفظة، لتمكين الجماعات في الدخول في استثمارات سواء بشكل شخصي أو بشراكة مع مستثمرين مع قطاع خاص أو مع
جهات أخرى وتقنين مسطرات الفميتات، كذلك بالإضافة إلى عملية التمليك التي بدأت بالمناطق السقوية وستصل إن شاء الله للمناطق الأوريا طبقا ما جاء في المذكرة 63-03. نعم هناك نفس الإشكال اللي تعرضنا له في اللوائح في عملية الإحصاء سيطرحه الآن أمام في عملية التمليك، ولكن دائما كنرجع النواب يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في عملية الإحصاء، في عملية الإحصاء سواء تعلق الأمر بالإحصاء العام للسلاليات والسلاليين أو الإحصاء الخاص بالاستغلال والتمليك. كذلك هناك تسهيل مسطرة الانخراط السلاليات والسلاليين عن شكل تعاونيات في استثمار عقاراتهم الجامعة، والعملية ديال توزيع راه بدات، وهناك بعض الأقاليم الحمد لله اللي استفدت من الدعم ديال التنمية القروية سواء من طرف مديرية شؤون القروية رضا أو كذلك من طرف وزارة الفلاحية، والاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة 2020-2030 تشجع الاستثمارات في صفوف السلاليات والسلاليين، فدائما علينا نحن النواب أراضي الجموع أن نتحمل المسؤولية لتأطير السلاليات والسلاليين داخل التعاونيات كما قلت للانخراط في تنمية قدرات كافة السلاليين إناثا وذكورا. والحمد لله التوجيهات الأخيرة الواردة في تقرير المشروع النموذج الجديد تنص على أشياء لفائدة السلاليات والسلاليين كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.